شايفك وحاسس بيك وانت عمال تدور على فيديو للاعلام الجزائري وهو بينتقد الهدف الاول بتاع جولي بول نورسون بيقول ان هو عند بول اوف سايد. شايفك صح؟ شايفك. بس انا عايز اقول لك سر، الاعلام الجزائري اصلا ما يقدرش ان هو يطلع يتكلم في الحوار ده. وعايز اقول لك سر، الاعلام الجزائري اصلا لو طلع يتكلم في الحوار ده يبقى العالم بتشتغل نفسها، لا مؤاخذه يعني. ليه يا عزيزي؟ لان مفيش حد في الجزائر كان متوقع اصلا ان شبكه القبائل تطلع فرقة فيترو اتلتيكو، ولا في حد في افريقيا كلها كان متوقع يا اسطى. فكل اللي عمله فريق شباب القبائل ده انجاز حضرتك، كل اللي حصل بالنسبه لشباب القبائل ده انجاز اصلا. انت بتتكلم على الفرقه الجزائريه حالتها يعني حالتها قرب هناك في الجزائر، مفيش موارد ماليه ولا في محترفين ولا في اي حاجه، حضرتك ماشيه بنور الله يعني، هي ماشيه بنور الله حرفيا هناك في شباب القبائل. فانت مستني ان الاعلام الجزائري يطلع ينتقد الهدف الاول بتاع جولي جونيور سامبو؟ لا يا اسطى انت فاهم غلط. لا والله انت فاهم غلط. وحتى لو منتقد كمان، في فروقات فنيه كبيره جدا في الملعب، وفي فروقات فنيه كبيره جدا ما بين الوداد اخر سنتين وما بين فريق شباب القبائل. انا عارف انك ليك تاريخ وليك جغرافيا، انا عارف كل الكلام اللي انت بتتكلم فيه، انديه ليها تاريخ والكلام ده، بس انت يا اسطى اخر 10 سنين ضايع حرفيا وماشي في نور الله، واخرك كونفدراليه تفرح بيها. ففكره ان انت تتكلم معايا على تاريخ والكلام ده، فمعلش يا اسطى، الانديه الجزائريه بقى لها فتره نايمه شويه، وبقى لها فتره بتعاني كتير من بسبب ضعف الدوري عندك، وبسبب عدم وجود موارد ماليه، وبسبب عدم اهتمام بكره القدم اصلا المحليه عندك. وليله كبيره قوي ما تجيش والنبي تتكلم معايا على الحته دي، عشان الحته دي انا وانت عارفين كويس اللي بيحصل في الدوري الجزائري اصلا، وان هو دوري مش من مصنفين افريقيا، وان هو كمان دوري من الدوريات اللي الفيفا حطاهم في نوعيه البلاك ليست، الدوريات اللي ما بتروحهاش عشان خاطر مش تاخد فلوسك هناك، وليله كبيره قوي موجوده عندك في الدوري. فبلاش والنبي يا زميلي تتك على حته ان انا ليا تاريخ افريقيا والكلام الكبير اللي انت بتتكلم فيه ده اصلا. فمباراه امبارح سواء جولي جونيور سامبو سجل الهدف الاول بايده او اوفسايد، كده كده كنت هتخسرها، مع اني مقتنع تماما ان الهدف الاول اوفسايد وممكن يكون فيه عند بول، بس اللي انا متاكد منه ان كده كده الوداد كان هيدوس على وشك، وكده كده الوداد كان هيكسبك، رغم ان الوداد بيلعبك من غير جناحين وبيلعبك بفيرود وصانع العاب، بس الوداد برده كان هيديك على عينيك. ليه؟ في فرق امكانيات كبير حضرتك، رغم ان الوداد بيتلمس طريق العوده للنجاح تاني، بس الوداد افضل منك بكتير. ويمكن افضل حاجه فنيا حصلت امبارح في الملعب هي عوده ظهور المتراجي، بس غير كده يا باشا اردم، هو ماتش كله ما يتشافش ده بالنسبه لي انا شخصيا. بس رغم ان الماتش ما يتشافش ده، الوداد حطت عليك وداست عليك، الوداد بيلعب في الملعب واقف بس، لو انا بلعبك وانا واقف وبلعبك بلعيبه حرفيا ما بتجيبش جول ولا بتعمل اسيستات على الاطراف، بس الدنيا بالنسبه لي تمام. طب بالنسبه للباكين بقى اللي حليتنا، اذا كان يحيى ولا ايوب العملود؟ لا يا اسطى، يحيى كان في يومه وايوب ما كانش في يومه، فلا مؤاخذه انا بلعبك بجناحين ضايعين وبلعبك باك يمين ما كانش في يومه، وكده كده كسبتك وحطيت عليك اصلا ثلاثه، وفي الاخر هيطلعوا يشتكوا بسبب الاعلام. فانا بسبب الاعلام اللي هيقول لك ان الجون اوف سايد، فانا مش متوقع اصلا ان في اعلام عندهم يجبر ان هو يتكلم على الهدف الاول، لان في فرق كبير قوي في الملعب فنيا ما بين فريق الوداد وما بين فريق الرجاء. فلو انت الرجاء مين؟ ده لسه الديربي، معلش بقى الدنيا صيام عزيزي، ما بين فريق الوداد وما بين فريق شباب القبائل، ففي فرق كبير جدا، سواء حبيت او ما حبيتش فعل هدف كان اوف سايد. واحلى حاجه في الاهداف الحرام دي ان احنا بنسمع صياح كتير قوي، يعني احنا بنسمع صياح كتير. وبعدين انتوا شخصيا في الماتش الاول قعدتوا تقولوا الجماهير المغربيه بتصيح، جماهير الوداد بتصيح بسبب التعامل وبسبب العالم وبسبب الحاجات دي، مش انت هتصيح على هدف؟ يا راجل يا راجل، ده كده كره القدم تبقى عادله، والله العظيم انا كده كره القدم تبقى عادله، هدف سامبو الغير شرعي ده كره القدم بتبقى عادله، لان انت قعدت تصيح الماتش الاول مع ان الماتش الاول انت كسبان الوداد في اوسخ حالاته الفنيه، ومع ذلك قعدت تصيح وقعدت تسمعنا كلام كبير. فخد يا معلم البس دي، هدف اوفسايد وهاند بول الاثنين في بعض، وصيح بقى للصبح. كل سنه وانت طيب وبتصيح كده يا زميلي، وربنا دايما وابدا ما يحرمنا من صياحك، سواء على جسامه او صياحك على اي حكم بيظلمك في اي حته، واي حكم انت شايف ان هو بيظلمك، لان عادي يا اسطى ان انديتك تكون واقعه وانديتك تكون ضايعه، لان هذا هو حضرك البائس في كره القدم المحليه بتاعتك. تقبله زي ما هو او حاول تغيره، ما تجيش تضايق اهلنا معاك وتقول لنا التحكيم ضدنا، لان صدقني التحكيم ضدك او معاك اخرك دور 8 او دور 4 وهتطلع تغني.